titre immobilisé. فهاد لا فيديو غادي يجاوبك على جميع الاسئله ديالك، وان بلوس غادي نوريك كيفاش تجاوب على اي سؤال في الامتحان. الا كنتي باك ايكونومي ولا جيستيون كونطابل وتدير مراجعه اخيرا البروغرام ديالك في الكونطابيليتي، مرحبا بك في لا سيري 20 على 20 في الكونطا مع وداد. سي بارتي. خصنا نعرفوا اولا ان لونتربريز الا جيتي تحلل لاكتيف ديالها سيتادير الممتلكات ديالها، يمكن تكون عندها واحد ان بورتفوي سكون ابل ان بورتفوي دو تيتر، صافي دير مجموعه ديال السندات تتمتلكها لونتربريز. شنو هما هاد السندات؟ سا بو اتر دي اكسيون او دي زوبليغاسيون. هادشي شتو ديجا في ليكونومي. الوغ ما عليناش، هاد لي زاكسيون لي زوبليغاسيون، السؤال هو شنو هو الهدف ان لونتربريز شراتهم. الا كان الهدف ديالها هي انها تغياليزي واحد الربح، انا بانو ليا واحد لي زاكسيون عندي واحد السيوله بغيت نروجها في لا بورس مثلا، دونك الا بانو لي دي زاكسيون اللي غنشريهم اليوم مثلا ب 100 وغدا نبيعهم ب 150، فغادي تيبان لي واحد الربح قصير المدى، دونك يمكن لي نشري دوك لي زاكسيون. هادوك لي زاكسيون اللي تنشري بغرض الربح في البيع والشراء، نبيعهم ونشريهم ونربح الفلوس، هادو خصهم يكونوا في لاكتيف سيركولون، سيتادير في الممتلكات لونتربريز اللي عندها على المدى القصير، وتيتسماو لي تي في بي. دوك شنو هما لي تي في بي؟ هما ديك مجموعة السندات اللي تتمسك في لونتربريز واللي الهدف من الامتلاك ديالهم هو الربح. الوغ غنجيو لحاجة أخرى، شتو في لوغانيزاسيون أن لونتربريز elle procède à une croissance par exemple. Ou quand on parle de la croissance externe, elle تمشي مثلا تنحاول ندير واحد السيطره على اي انتربريز وحده اخرى، اما 100% ولا اما تنبغي ناخذ واحد البورسونتاج كبير في الكابيتال ديالي، لان الهدف ديالي هو انني نسيطر عليها، انني نبدا نحكم فيها، لان هذا الشيء غادي مع المصالح ديالي. داكشي علاش دوك لي زاكسيون اللي تنشري ديك لونتربريز ما تنسميوهمش دي تي في بي، لان الهدف ديالي ماشي الربح، الهدف ديالي هي السيطره، وغيجلسوا عندي هاد لي تيتر، خصهم يكونوا في لاكتيف ايموبيليزي. وهاد لي تيتر داخلين في لي زيموبيليزاسيون فينونسيير. و ايسي اون غوتروف لو بلوس دو طون لي تيتر دو بارتيسيباسيون او لي زوطر تيتر ايموبيليزي. احنا تعرفنا على لي تيتر اش غنديرو بيهم وشنو العلاقه ديالهم مع لي بروفيزيون. دونك هاد لي تيتر هادو لي ساكنين حنا عندنا اما في لا كلاس 2 ولا كلاس 3، بعض المرات حنا تيجي على لا فان دو لاني، سيتادير لا فان دو ليكزيرسيس كونطابل. كيما قلت لكم تتقوم لونتربريز بواحد التقييم ديال الممتلكات ديالها، وتتلاحظ ان دوك لي تيتر هي مثلا شراتهم ب 200 درهم، ودابا في لا بورس لو كور ديالهم، فاش نقول لك لو كور راه شفتو هادشي في ليكونومي جينيرال، كونت اون بارل دو كور سي لو بري دان تيتر، ما تقولش لو بري تقول لو كور، دونك لو كور ديالهم تيسوى مثلا 150 درهم. دونك شنو تنلاحظ؟ تنلاحظ ان لا فالور ديال لي تيتر ديالي اللي هما اي فون بارتي دو مون باتريمون، لا فالور ديالهم هبطات. وبشحال هبطات؟ هبطات بالفرق ما بين لو بري باش شريتهم ولو بري باش تيسواو اكتويلمون في لا دات فين انا تندير لي ريغولاريزاسيون، سيتادير لو 31/12 ديال ليكزارسيس بوتيتر ان، ودابا نتوما هاد العام غيكون عندكم ليكزارسيس 2019. دونك باش نعرف راسي انا خصني ندير اون بروفيزيون، الا درت المعادله التاليه بري داشا موا لو كور مضروب في العدد الاجمالي اللي تيتخلي عندي، الا لقيتو بوزيتيف خصني ندير بروفيزيون، لقيتي الفرق سالب با دو بروفيزيون باسكو نيا با دو ديبريسياسيون، ولا لقيتي الفرق يساوي صفر شاريهم ب 200 وما تيسواو 200 با دو بروفيزيون. دونك توجور ركز، بروفيزيون تساوي باس دو فالور سولون لو برانسيب دو برودونس. À la fin de chaque exercice comptable, l'entreprise te détruit les titres d'IA. Ou il a tout l'argent. Il est clair ça. une provision ou la provision هنا خصها دير سكون ابل اون دوطاسيون. شنو تنديبيتيو؟ ان كونت دوطاسيون فينونسيير تنابل، هادو راه سي دي تيتر عندهم ان كاركتر فينونسي، دونك غادي نديبيتيو ان كونت لي تبدا ب 63 وكمل. واش هاد لو تيتر لي تتهضر عليه واش سي توني موبيليزاسيون ولا ان تي في بي؟ وكيسكو تو كريديت؟ تو كريديت لو كونت بروفيزيون. كيما تنعرفو ان كل كونت بروفيزيون تيسكن معمولا في لا كلاس، الا تتهضر على تي بي لو كونت بروفيزيون ديالو تا هو ساكن في لا كلاس دو بحالو،
غير هو تابعه تسعود تيتر دو بارتيسيپاسيون تيتبدا ب2 لو كونط بروفيزيون ديالو تيتبدا ب29 اوتر تيتر ايموبيليزي تا هو ساكن في 2 تاع لا بروفيزيون ديالو تتبدا ب29 نمشي لي تي في بي لي ساكنين في لا كلاس 3 تا هما عندهم لو كونط بروفيزيون ديالهم دونك جو دي بي دوتاسيون لو كريدي دو بروفيزيون دابا هاد التقييم اللي درت الا استنتجت انني ديك لا بروفيزيون مثلا اللي دايره انا من داك العام ما بقاش خصها تكون ولا خصها تهبط خصني ندير سكون ابل اون ريبريز نقبض دوك الفلوس ونديرهم عاوتاني في جيبي الوغ شنو هما لي كونط لي غنستعمل غنستعمل لو كونط بروفيزيون اللي هضرت لكم عليه دابا وغادي نستعمل لو كونط ريبريز اللي بحالو بحال دوتاسيون تيختلفوا غير في الرقم الاول هذاك في 6 وهذا في 7 وهنا حضر راسك واش ريبريز سور لي زيموبيليزاسيون سور لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون ديال لي زيموبيليزاسيون فينانسيير ولا تاع لي تي في بي دونك ا توا دو ترافايي على حسب لو تيب دو تيتر لي تاعك دابا على القضيه ديال لا سيسيون اي وي لا بلوبار دو طون تيحط لك ان اون سيدي واحد لي تيتر سا بو اتر لي تيتر ايموبيليزي ولا لي تي في بي اول سؤال اللي خصك تجاوب عليه هو اي نوع تتكلم عليه شنو اللي تباع واش دي تيتر كاينين في لا كلاس 2 ولا في لا كلاس 3 لان ماشي بحال بحال ثانيا غادي نبدا بلي تيتر اللي كاينين في لا كلاس 2 كما تتعرفوا كما شفنا في لي زامورتيسمون ان شاك فوا كون سيد اون ايموبيليزاسيون كاينين جوج المراحل كاين المرحله بلاسيسيون اون ايم سيتادير النهار اللي بعتي واللي قبضتي وعطيتي قبضتي الفلوس وعطيتي داك لو بيان اللي بعتي وكاين دابا انت في لو 31/12 كيما داك لو بيان ما بقاش عندك في لونتربريز خاصك تخرجو من لا كونطابيليتي وهنا تنتكلموا على لا سورتي دونك كاينه لا سيسيون في اي دات يمكن لها تكون وكاينه لا سورتي دابا الاشكال اللي تتحط في الامتحان هي انك انت في لو 31/12 وتيقول لك لو كونطاب ما باسي اوكين اكريتور ولا حتى قال ما قالها لكش هكا تيعطيك معطيات اللي تتبين لك عام راه خصك دير لا سيسيون تيعطيك لو بري دو سيسيون يعطيك شنو هما لي كوميسيون اللي خدات لك لا بونك دونك انت تتفهم انا tu vas faire deux écritures في لو 31/12 tu vas faire la session et tu vas faire la sortie بعد المرات لا سيسيون تيغمض عيني عليها ما تيعطيك لا بري دو سيسيون ولا والو وتيبداو التلاميذ يقول لك ايوا مادام ما عطاناش بري دو سيسيون خصكم تفهموا ان الا ما عطاتش بري دو سيسيون سا فيدير خصك تلتزم فقط بلا سورتي دابا كي تنديروا لا سيسيون انا ننصحكم قبل ما تدوزوا لا كونطابيليزاسيون الله يخليكم ديروا في البرويون ما خسر عليه والو سا تو برون ميم با اون مينوت غادي دير سكون ابل ان افي دو كريدي هذاك الاشعار اللي تصيفط لي البنكة وتتقول لي شوف ها شحال بعت ها فلوس التسخيره ديالي اللي خديت ها لا تي في على فلوس التسخيره اللي خديت وها اللي بقى لك هاد الشيء خصو يكون تيبان لك في البغيو باش لا كونطابيليزاسيون تجيك سهله دونك تنبدا لا في دو كريدي ديالي مثلا جي فوندو دي اكسيون مثلا ب 50 اكسيون ب 100 درهم الوحده لا بنك خطات ليا 2% مثلا لي كوميسيون دونك غادي نبدا السطر الاول غادي ندير لو نومبر سي دي فوا لو بري دو سيسيون من بعد غندير لا كوميسيون نحسب لو مونطون دو لا كوميسيون نحسب لا تي في على لا كوميسيون اللي دائما 10% وندير لو بري دو سيسيون ناقص الكوميسيون ناقص تي في ها اللي بقى لو نيت ا فوتر كريدي ملي تيكون هذا قدامك تتنتقل لا كونطابيليزاسيون Tu débites le compte banque et oui, tu as reçu de l'argent. Tu as fait le net à votre crédit. Tu débites service bancaire, les commissions sont retenues au service bancaire. Le montant hors taxe, les services bancaires hors taxe. On a des TTC. Le montant hors taxe. La TVA indirecte est la TVA récupérable sur les charges. Et je crédite le compte produit de cession. باش بداك لو مونطون الاول تتلاحظ انك الا درتي هاد لافي دو كريدي هاد لي مونطون كلهم اللي حسبتي غادي توظفو في لا كونطابيليزاسيون بلا ما تفرع راسك اوكي اون باس على سورتي شنو هي لا سورتي تنخرجو من لا كونطابيليتي ديالي شنو تندير جو ديبي لو كونط في ان ا لي استعملنا نيت في لا سيسيون في لي زامورتيسمون في ان ا سي اون شارج نون كورونت في ان ا ديزيموبيليزاسيون فينانسيير سي دي اي جو كريدي
هاد لو كونط اما تي بي اما اوتر تيتر ايموبيليزي بان مونطون بلو بري باش شريتيه في الاصل مضروب في العدد اللي بعتي تبقى انا مركزه مع اللي بعت اوكي دونك البري داشا فوا لو بري داشا فوا لو نومبر سي فوالا الا بعتي ان تيتر كاين في لا كلاس 2 دابا الا بعتي تي في بي تهنا كاينه اكريتور وحده ما كاينش سيسيون او سورتي هاد ليكريتور فيها بجوج سورتي او سيسيون الوغ هنا كذلك انصحك ان قبل ما تدوز لا كونطابيليزاسيون حاول تحط في البرويون ديالك اولا لو ريزولتا دو سيسيون شنو هو لو ريزولتا دو سيسيون هو لو بري دو سيسيون مو لو بري داشا في العدد اللي بعتي وهنا خرج لك ايجاب موجب سا فو دير راك شنو درتي الا بعتهم ب 120 وانا شاريهم ب 100 صافي ديك ربحت 20 هذيك 20 اللي موجبه سي ان برودوي بور توا كي فا اتر انسكري دون ان برودوي فينانسي لي سميتو برودوي سوكسيسيون دي تي في بي اوكي ولكن دابا بعدا هي الحساب شوف قدامك الحساب خرج لك نيجاتيف سي اون شارج بور توا خسرتي Il va être logé dans un compte charge net sur cession des TVP. Et bien sûr, il a rejeté que ça n'est pas mal, il a accepté. Ok? Alors, d'abord, il y a les comptes l'ouvrir. Il y a, sans que j'ai acheté les trucs, les TP ou les autres titres immobilisés, il y a acheté un avis de crédit. Mais c'est ça, il y a les cadres. D'abord, je vais les aider, faire les TVP. Dès que le résultat de cession, que nous voyons le compte, كان موجب غادي يكون لو كونت في الكريدي كان سالم غيكون لو كونت في الديبي دونك جو ديبيت بنك سيرفيس بونكير اي با تي في ريكوبيرابل بحال بحال ونزيد الى لقيتو سالم غنكتب شارج نت سور سيسيون دي تي في بي ونحط داك لو مونطون اللي لقيت كان برودوي كان موجب غادي نكريديتي لو كونت برودوي دي سيسيون دي تي برودوي سور سيسيون دي تي في بي لو مونطون اللي لقيت Ou bien sûr, d'ailleurs, qu'est-ce que je vais créditer ou non, Kazmaya? Tu vas créditer TVP. Il a mon temps. Le prix d'achat fois le nombre C. Et voilà l'exemple à voir d'un coup. D'accord? Donc, c'est tout ce qu'il y a à savoir. D'abord, on va passer aux examens. Alors, je vais d'abord te tabaqat. ولكن قبل ما نبداو الامتحانات خصكم تعرفوا ان دائما الجواب ديالكم في الامتحان على لي تيتر فيه جوج ديال الحوايج خصك تحدد واش غدير دوطاسيون ولا ريبريز بور شاك تيب دو تيتر وخصك الا كانت سيسيون خصك تكونطابيليزيها دابا السؤال الاول واش انا غندير دوطاسيون ولا ريبريز جينيرالمون تلاند متسانسين تيخدمو فواحد الطابلو هذاك الطابلو تيستنتجو منو واش غيديرو دوطاسيون ولا ريبريز الاشكاليه اللي وقع هي دابا اخيرا مؤخرا في هاد الامتحانات الاخرانيين راه ما تيعطيك لا طابلو لا والو صافي دير كنت بوحدك خصك تعرف كيفاش تعرف راه خصك دير اما دوطاسيون ولا ريبريز اوكي دونك غادي نمشيو في هاد النطاق ان ما كاين لا طابلو لا والو حنا غادي نخدمو الامتحان 2018 سيسيون نورمال غادي نلاحظوا اولا انه ما عطاوهمش لي تي بي ما عطاوهمش لي تيتر اللي كاينين في لا كلاس 2 اقتصروا لهم على لي تي في بي شنو هي المعطيات عطاك ان هاد لونتربريز عندها 600 ديال لي تيتر ولكن هاد 600 فوقاش كانوا في لو 1/2017 لان فهم انك انت يا دابا تخدم الخدمه ديال 2017 تدير لا ريغولاريزاسيون ديال 2017 سافا دير فاش بدينا العام بدينا ب 600 تيتر شحال شرينا هاد لي تيتر في الاصل شريناهم ب 520 الواحد واش داك العام كنا مكونين عليهم اون بروفيسيون ان دو 7200 و لو كور ديال هاد العام 540 اوكي جاو لتحت و زادو قالوا لنا راه حنا بعنا في وسط ليكزيرسيس راه حنا بعنا 250 تيتر صافي دير كو من هاد 600 راه حنا بعنا 250 و جاو السؤال و قال لك ايفيكتوي توت لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون ديال لي تي في بي صافي دير كو انت بوحدك تكون عارف راسك شنو خاصك دير دونك قلنا المرحلة الأولى دائما هي خصني نستنتج باردون واش غندير دوطاسيون ولا غندير ريبريز هنا باش يمكن لكم زعما تتبعوا واحد لو شومينمون غنعطيكم واحد الأسئلة تجاوبوا عليها لأن دائما تنخدمها هكا بحال تطلع الدروج سينو راه ما تعرف ما دير ألوغ أول سؤال اللي غادي نطرح على راسي واش كاينة بي إن موان زان لا ريبونس وي كاينة بي إن موان
مزال. السؤال الثاني، واش هاد لي تيتغ لي تنهضروا عليهم واش ايزون تي سي دي ولا لا؟ اون بارتي سي دي وان بارتي لا. اوكي غنبقى في هادي، غنمشي لا بارتي سي دي. لا بارتي كي اي تي سي دي شنو خصني دائما ندير لها؟ تبع معايا اوتوماتيكمون شتي لوصلتي الجواب بارتي سي دي 250 تيتغ سي دي اوتوماتيكمون خصك دير لهم ريبريز بهاد لو مونطون بان ريبريز بان موان زان. ولكن حتى معايا انا كان عندي 600 و 7200 بي ان موان زان ديور على 600 وانت دابا خصك دير لا ريبريز على 250. كيفاش تلقى لا ريبريز اللي غتكون خاصه ب 250؟ دائما وابدا فورمول قبط بي ان موان زان وضربها في العدد اللي تباع وقسمها على العدد الاجمالي غتلقى لا ريبريز غتلقى بي ان موان زان خاصه بلي تيتخسر. صافي دير انا شنو غادي ندير؟ غنقبض 7200 داكوغ نقسمها على 600 على العدد الاجمالي نضربها في 250 في العدد اللي تباع. هذا هو لو مونطون دو لا ريبريز داكوغ. انا ساليت لا بارتي سي دي لو نوبغ سي دي ايوا ديك 350 اللي باقي ما تباع شنو غندير لها؟ هنا غندير سكون ابيل لاجوستمون بروفيزيون ان موان بروفيزيون ان موان زان. الوغ غنمشي لا بروفيزيون ان. كي تنحسب لا بروفيزيون كيما قلت لكم في الشرح سي لو بري داشات موان لو كور. لقيتيه موجب غدير اون بروفيزيون، لقيتيه سالب او يساوي صفر غديرش اون بروفيزيون. دونك غادي ناخذ 520 ناقص 540 بلا ما نكمل راه سالب با دو بروفيزيون. سافو دير كو بي ان وهنا حضر راسك سافو دير كو بي ان تساوي صفر. راك تدير لاجيستمون ياك تدير بي ان موان بي ان موان زان بي ان تساوي صفر ناقص بي ان موان زان. اكو اللي قال بي ان موان زان و بي ان موان زان هي ديك 7200 وحيد منها بي ان موان زان دوك ديال 250 جمعو طويف هاد الشيء كله. سافو دير كو لا ريبريز ليهم بجوج خصك دير لهم ريبريز اي دونك تطيح انك غدير لو ريبريز بالبي ان جلوبال. ما عندكش علاش عاد تفرق بين هذا وبين هذا. علاش؟ لان لاجيستمون خرج لك تا هو سالب تا هو خصك دير ريبريز. دونك في ليكريتور الاولى السؤال الاول واش غندير دوطاسيون ولا ريبريز شنو غندير؟ غندير ريبريز ب 7200 ديال داك العام. غنجي لابارتي تاع لا سيسيون. تلاحظوا اننا بعنا 250 تيتغ 550 درهم لا كوميسيون 2000 درهم ولا تي في 10% وزاد قال لك نو انغوجيستري صافي دير خصك دير ليكريتور. كما قلت لكم قبيله تثبت انك في تي في بي انك غدير ايكريتور وحده شنو خصك دير في البرويون اولا لو ريزولطا دو سيسيون. الا قبضت لو بري دو سيسيون نقص منه لو بري داشا 550 ناقص 520 غتعطيني زائد 30. سا فو دير انا خصني نفهم ان في لاكونتابيليزاسيون ديالي راه غندير برودوي دو سيسيون بلو مونطون اللي لقيت. ثانيا شنو خصني ندير في البرويون قبل ما ندير لاكونتابيليزاسيون؟ خصني ندير لافي دو كريدي. ها شحال بعت 250 ضربها في 550 ها لا كوميسيون 2000 درهم ها لا تي في 2000 درهم ضربها في 10 هي 200 درهم ها تا ما باقي لو بري دو سيسيون ناقص الكوميسيون ناقص تي في غتعطيني ان مونطون كي نيت ا فوتر كريدي. غنمشي لا كونطابيليزاسيون تيولي كلشي عندي موجود. لا بونك غنقبض لو نيت ا فوتر كريدي الكوميسيون غنقبض فيها 2000 درهم اي تا تي في ريكوبيرابل سور لي شارج نحط فيها هذيك 10% و برودوي دو سيسيون لان انا حسبت برودوي دو سيسيون نحط فيه لو مونطون و تي في بي اتونسيون 350 نضربها في 520 دائما تنهضروا على لو بري داشا فوالا بور لا كونطابيليزاسيون. الوغ دابا بما ان اون في لو جورنال فو با اوبليي كو ابخي لو جورنال ايليا لو كغون ليفغ خصكم تعرفوا كيفاش نديرو لو كغون ليفغ. داكشي علاش غنستغلو الفرصه ديال هاد الامتحان ونحاولو نديرو لو كغون ليفغ. لو كغون ليفغ شنو هما لي كونت لي يمكن يحط لك؟ غادي يقول لك حط ليا لو كونت تي في بي وحط ليا لو كونت بروفيزيون سور تي في بي. لو كونت تي في بي بحالو بحال لي كونت لي كلهم شفنا. شنو تنحط في الديبي؟ تنحط بيان سور لو مونطون انيسيال اللي هو ديك 600 مضروبه في 520 لو مونطون جلوبال بحال اللي باش عاد بديت. شنو غادي نحط في لو كريدي؟ غادي نحط لو مونطون اللي دابا جي في لا سورتي لان خرجت لي
150 دونك غادي نحط في الكريدي 250 نضربها في 520 ما تنساش ان هذا لو كونط عافاك حتى يدور كله على لو بري داشا على لو كور داشا ما كاينش ما ما ما, ما تجبد ليا شي بري باش بعتي لا البري باش شريتي في الاصل دونك في الديبي غندير 600 في 520 في الكريدي غندير 250 اللي بعت 520 قول لي انت ما باقي الباقي الباقي هو لو سوم ديبيتور اللي غيكون في الكريدي لو كونط بروفيزيون راه حنا ديجا هضرنا عليه كلهم لي كونط بروفيزيون بحال بحال في الكريدي بي ان موانز 7200 تحت منها الدوطاسيون انا ما درت لا دوطاسيون لا والو و الغوبريز الغوبريز 7200 صافي دير كو هاد لو كونط غيولي خاوي لو سوم نول بعد لو غون ليف اون باس على بالونس لا بالونس نفس الشيء عندنا 3 كولون 3 بارتي افون انفونتير لي زيكريتور دانفونتير اي ابري انفونتير لو كونط تي في بي افون انفونتير غنحط في الديبي 600 في 250 في 520 لو موفمون في الكريدي غادي ندير 250 ضربه في 520 و حتى ما باقي هو الباقي اللي بقى ليا لو كونط بروفيزيون avant inventaire PN-1 في الكريدي 7200 في الكريدي les écritures de l'inventaire عندي reprise 7200 و le sum après inventaire PN تساوي صفر غادي نمشي le bilan parce que c'est succession le bilan شنو غنحط في le brut في TVP غنحط في le brut الباقي شنو بقى لي 600 ناقص 250 صافي دير 350 ضربه في 520 لا بروفيزيون ان ما كايناش بروفيزيون انا عاد دابا شحال شتا هي با لان شنو لا بروفيزيون ان عاود عاوتاني لا فورمول بي ان موانز بلس دوطاسيون موان ريبريز الا درتي هادي غتلقى صفر اي لو نت بيان سور غيبقى لك هو لو بروت هو حتى ما باقي اون باس ا ليكزامان 2019 وهاد ليكزامان كنا نستافدو منو على بزاف ديال المسائل هي ان اولا تتلاحظوا معايا ان في المعطيات يمكن لهم يتحطوا لك المعطيات باي شكل هنا تتلاحظوا انهم حطوا لهم المعطيات على شكل لي كونت شيماتيك صافا دير انت الا ما كنتيش تعرف ترجم الارقام اللي في لو كونت شيماتيك ما يمكنلكش تجاوب هذه الاولى ثانيا الا مشينا عاوتاني للمرحله الجزء الثاني من المعطيات قال لك العدد الاجمالي ديال هاد لي تي بي 1200 واننا ما درنا لا سيسيون ولا اكيزيسيون ولتحت هذيك لا فراس التحتانيه هي اللي خصك دير منها اتونسيون قال لك اون 2018 هاد لي تيتغ بوف سوبير اون ديبريسياسيون اونيتير دو 100 درهم نتا الا ما عرفتيش ترجم شنو المعنى ديال 100 درهم دائما المشكل اللي عند التلامذ هما كيفاش يترجموا المعطيات هذيك 100 درهم راه هي لا بروفيزيون بار اكسيون راه ماشي هو لو كور لان كل واحد كيفاش يترجم هذا الشيء راه سي با لو كور سي لو مونطون باش غتهبط لي لاكسيون في 2018 دونك دابا الا مشيت لو طرافاي افير الا لاحظت الحقيقه في لو طرافاي افير راه عاونوكم زعما غاديين معاكم دقه بدقه بحال دابا انا الا تبعت داك الشيما اللي عطيتكم قبيلات واش كاينه بي ان مو ا بعدا نرجع للمعطيات ماذا تعني ال مليون و 104000 اللي عندك في الديبي ديال لو كونط تي بي المعنى ديالها راه هو العدد مضروب في لو بري داشا هو اللي قلت لكم بحال تي بي بحال تي في بي دائما لو كونط شيماتيك او ديبي عندنا لو نومبر توتال لو نومبر باش دينا فوا لو بري داشا وفي الكريدي عندنا لو نومبر سي دي فوا لو بري داشا دابا انا ما كاين لا سيسيون لا والو 1,104,000 سي لو بري جلوبال باش شري كليتي غنمشي لو كونط بروفيزيون شنو تلاحظوا ما فيه والو فيه 168000 خصني نفهم ان ديك 168000 راه هي بي ان موانز دونك الا بغيت نعرف اولا واش عندي دوطاسيون ولا غوبريز غنمشي للشيما اللي عطيتكم قبيلات واش كاينه بي ان موانز وي واش كاينه سيسيون لا دونك شنو خصني ندير خصني ندير لاجيستمون شنو هو لاجيستمون هو بي ان موان بي ان موانز داكشي علاش في السؤال قال لك calculer la provision 2018 à quoi est égale la provision 2018 خصني هنا ما غاديش انا نكومباري لو كور بشحال تيسواو دابا انا ديجا قالوا لي راه لي تيتغ ils peuvent subir une dépréciation de 100 ça veut dire ناخذ العدد الاجمالي اللي عطاني اللي هو 1200 ونضربه في 100 راه هذه هي لا بروفيزيون 2018 دوز لاجوستمون à quoi est égale l'ajustement provision 18 moins provision 17 ça veut dire 120 ناقص 168000
غتخرج لي ناقص 48000. حنا دائما في لاجستمون فاش يخرج لنا نيجاتيف سي اون ريبريز، جو دو فير اون ريبريز. وهنا جاوبت على السؤال، جو باس لا كونطابيليزاسيون، جو ديبيت لو كونط بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي بي اي جو كريديت ريبريز سور بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير 48000. تنظن ان الاشكاليه كلها ما تنهضرش على لي بروفيزيون، تنهضر على جميع البروغرام ديالكم. شوفوا الا ما عرفتوش ترجموا لي دوني سي مور. دونك دائما تنطلب من التلاميذ ان اول حاجه دير عافاك، وهذا الشيء غادي نرجع له في المنهجيه الامتحان الا تبعتوا معايا لا فيديو بروشين. شنو خصك دير؟ خصك ترجم المعطيات. نحط 1,104,000 راه هي لو نومبر توتال فوا لو بري داشا، 168,000 راه هي بي ان موان زاد. ديك الساعه تيبان لي كلشي، ما نخليش داكشي في راسي، نحطو في ورقه باش يبان لي. داكور، فوالا بور سيت اكزامان. فو بوفي دريسي مثلا لا بالونس غير باش تسانسو كيس كون فوا ميتر في لا بالونس. بحال دابا انا بغيت لا بالونس، شنو غادي يكون عندي؟ غادي يكون عندي بيان سور لو كونط تي بي فيه 1,104,000، هذا ما تتبدلش كو سوا افون انفونتير ولا ابخي انفونتير، والموفمون ما فيه والو. ولو كونط بروفيزيون شنو غادي يكون عندي؟ غادي تكون عندي 168,000 افون انفونتير، غتكون عندي اون ريبريز في الكري. دائما حنا تنهضروا على لو كونط بروفيزيون الى ايتي ديبيتي دو 48,000، اي هذا غندير 168,000 موان 48,000 غتعطيني 120,000 اللي هي لا بروفيزيون 2018. سي تيرميني اي جو سوي كونتونت، فريمون كونتونت كو جي بو فير هاد لو بروغرام كلو في ان طون vraiment record de 3 semaines. Donc فرحانه ماشي هي ليا، فرحانه ليكم نتوما. يمكن لكم تستافدوا. كاينين دي دوكيومون كو جو جي انفويي، بوتيتر il y a eu des petits soucis. Je vais essayer de les renvoyer les liens ديالهم ما خدمولوش، باسكو جو رميرسي فكرتيني كلهم ceux qui ont exprimé qui m'ont remercié qui ont fait des remarques. Vraiment merci. Et je pense que ce n'est que le commencement, mes amis, hein. Ce n'est que le début. Le travail important, c'est votre accompagnement. Donc, je serai là aussi pour vous, pour l'orientation. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Suivez-moi sur mon compte Instagram. Je fais des capsules pour le soutien méthodologique et psychologique que je vais commencer à faire aussi dans le cadre des vidéos. Je suis contente d'avoir le moyen pour communiquer avec vous. Et je le répète encore, ce n'est que le commencement et que l'aventure continue. Voilà, merci beaucoup, à très vite pour une prochaine vidéo. Tchallah Frascom, bye bye.